لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبو الحسن في مأرب، ابتدأه بالسلام عليه فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكره من جهة التكبير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات في معانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو الكافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز، ينقسم له الأقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وضال. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا، لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالف. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر لأنه مكذب بقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: فحكم الجاهلين يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا لما وقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك،
وهو مخالف للشرعية. جزاك الله خير يا شيخ وجزاك الله. جزاك الله خير. السبع عشرين. إن شاء